وزارات كيدايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كي غادي المعشي برد هاد الايام واقيلا شويه ما كاينش البرد بزاف. ما عليناش، بغيت نقول شكرا بزاف للبنوتات اللي خلاو لي تعاليق زوينه بحال ديما، واللي خلاو لي بزاف 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 ديال لي لايك. كنفرح بزاف والله، وكنعرف الفيديو اللي عجبكم. ومهم اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو سبيسيال، وغادي نهضر معكم من القلب الخالص بحال خواتاتي. ويلاه نبداو الفيديو. كيف صغير واحد البنوته قالت لي لا كوني تكون عندك مصداقيه في العناوين، تيدير الجامعه وانت غادي غير السونتر. واش البنات فين المشكل؟ عاد نبدا انا راه اتجهز معي الى السونتر ديال الحلاقه ديال هذا. اللهم درس الجامعه الدراسه بحال بحال، عندهم نفس المعنى، ما كاينش بنادم يبقى يشدك من الخاويات وكوني عندك المصداقيه واحد البنت عاوتاني قالت لي تتكذبوا كتنساو، قالت لي نتوما الجمعه قلت لماما كدير الكسكس شويه حطيتو الروز. الا سمعتي الفيديو غتعرفيني انني قلت لك ماما دير الكسكس، وحنا درنا الروز، حنا ما عندناش مع الكسكسو بزاف حتى لو بقيت من ناكل حتى ناكل الكسكسو. فداك الشيء علاش اختي دارت الروز، حنا تغدينا الروز وما تغداو الكسكسو، سهله ما كاينش. المهم التوضيح فقط. وبغيت نقول شكرا بزاف للبنوتات اللي كيخلوا لي تعاليق زوينه الفنات الغزالات، يا ربي يسهل عليكم. يلا نبداو الفيديو، نساوش لايك معكم من القلب الخالص. وبحال ديما اشياء ديال بنات الشعب، حويجات رخاص بزاف، اي وحده فيكم في المستطاع انها تشريها. المهم عليكم من هادشي اللي في راسي، لانني من دابا شويه غادي ندخل ندوش. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على اشنو درت لشعري، راني كنخلي لكم ديما البنات راه الزيت ديال بيادي، ها هو السيروم، المهم لاكام كامله الشامبو داكشي، والسيروم ديال فاش كنديرو من مورا السشوار، والسيروم ديال الشعر، الزيت ديال الشعر اللي فيه بزاف ديال الزيوت هو اللي كندير شعري. نخلي لكم المعلومات ديال بيادي في صندوق الوصف، هما اللي رجعوا لي شعري واعر فريمون واعر بزاف. ما عليناش، ان شاء الله غادي نهضر لكم على النظافه الشخصيه. اول حاجه خاص اي بنوته كتفرج فيا، اي وحده كتشوفني، غادي نهضر لك على النظافه. ملي كنقولوا النظافه هي حتى شي واحد تكوني نقيه لراسك، ماشي راجلك، ماشي شي واحد، ماشي حتى شي واحد، تكوني نقيه لراسك. النظافه من الايمان. اول حاجه ملي كنقولوا بعدا النظافه الشخصيه هي الصلاه. انا عارفه بزاف ديال البنوتات كاين اللي كيصليو وكاين اللي ما كيصليوش، كاين كيصليو كيقطع. كنا زدنا من المراحل بلا ما نقولوا انت ما كتصلي، كنا يا البنات زدنا اننا كنا كنصليو وما كناش كنصليو، وكنا كنصليو وكنقطعوا. والله يهدي الجميع، ربي راه كل واحد ربي كيهديه. ان شاء الله توليو كاملين كتصليو وتولي عندكم واحد الروتين. انا راه ولفتها بواحد الطريقه ما نقدرش ما نصليش. النظافه الوضوء داكشي كيخلي الانسان نقي، هذه معروفه. غنهضروا يا البنات على السنان. السنان خاص ديما السنينات كيكونوا محكوكين. الشيتا استعملوا اي شيتا نتوما بغيتوها. ها السنينه يا بنات اللي مكتوبه فيه بلونشور كينقي مزيان، ما كيبيضش بيان سور، حيت انا ما كنامنش بشي دونتيفريز كيبيض. نتوما عارفين وقولوا لي في لي كومونتير، حيت ما خليت ما جربت. فالدونتيفريز هذا السنينه مكتوبه فيه بلونشور، هذه يا بنات واعر، كيغسل السنينات من داكشي الرفيع وكيخلي لوغو في الفم زوين بزاف. فاول حاجه هي ان فمك خصو يكون نظيف نقي لراسك، ماشي شي واحد حتى تجوني تكوني مزوجه كتزيدي شي في النظر كل دقائق. ما عيناش. وغادي نحتاجو مسكار ضروري تكون عندك ديال البنات. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف سواء كنتي كتصلي ولا ما كتصليش، الكيلوط يا البنات راكم عارفين حنا الافرازات اللي عندنا، يعني ما يمكنش كل دقيقه تبقي تبدلي الكيلوط. فكديري هادو البنات هما اللي كتستعمل كارفري واعرين بزاف، وديال القطن ما تاخذوش ديال الميك ولا شي حاجه. هادو يا البنات القطن بيان سور ما كيكونش قطن 100%. وانتم يا البنات اللي كتعرفوا شي ماركه اخرى قولها لي في لا كومونتير، نستافدوا من بعضياتنا. هادي يا البنات ديما كتكون برومو، جوج ديالهم ب 21 درهم او 22 درهم، كتلقاهم في كارفور، كتلقاهم في مرجان، تقدر تلقاهم في سوق السلام، ما عرفتش. المهم انا ديما كنلقاهم في مرجان، هذا ديما كناخذ ستوك. دابا راه الثانويه خصنا ناخذ ديما جوج، يعني هي اربعه. هادو يا البنات خذوا الحجم الكبير باش ما تبقاش تلوى ليكم في الكيلوت. فهادي يا البنات كارفري رخيصه بزاف واعره. ندوزو للعنايه بالمنطقه الحساسه. ضروري يا البنات تغسلوا المنطقه الحساسه ديالكم بالجيل ديالها. ما نكذبش لكم البنات، انا ملي كنغسل بالصابون كيحرقني بزاف. كاين شي بنات هو عارف حنا ان صابون الكف زوين وبزاف ديال الحاجات، ولكن راه فريمون كيحرق. انا عندي هذا ديال اوريفلام، صراحه ما كنستعملوش ديما وما كنصحكمش انكم تشريو لانه فيه الريحه. سيرو كارفور راه كاين واحد ديال كارفور رخيص بزاف ما فيش نهائيا الريحه، طبي ديال فرنسا. وانا باش كنغسل كنغسل بداك الضوء الاحمر. واحد البنوته قالت لي كيغسلوا به العيالات، ما انت يا بنت ما خصكش. فين المشكل؟ عطاتو لي مولا الفارماسيان، المهم انه كينظف لك هذاك معقم. مراه ولا ماشي مزوجه ولا هادي معقمه بنات، خذوا الزوين ديال البنات. الحاجه اللي كتسناوها الملابس الداخليه، وياكم يا البنات انكم تشريو اولا تلبسوا سليبات ديال النيلو، وراه كيخرجوا يا البنات على الواحد. اول حاجه كيزرقوا، ثاني حاجه
ماشي صحيين نهائيا. خاصكم تلبسوا يا البنات كيلو طات ديال القطن، المهم انا قلبتو ليكم كيلو طات ديال القطن. هذا عندي قطن 100% ديال تركيا، راه كيكونوا سليبر ديال تركيا. بالنسبه للبنوسات اللي كيكونوا ما قادرونش انهم يشريو كيلو طات ب 260، راكم عارفين القطن كيكون غالي، تمشي الجوطيه. الناس اللي يقول لي لا تصحي البنات بالجوطيه، الجوطيه كبرنا على طرمش، راه ولينا والدينا سليبات قاشر او موقع لنا حتى شي حاجه. تمشي تهزلي سليبات كيديروا بخمسة دراهم زوينين قطن، تشديهم ديريهم مطايب مطايب راه تيحيد الجدام، تشديهم ديريهم الصابون ديال الكف وتنشريهم في الشمس وهما غادي يوليو جداد وبلا ما يبقاو يجيو ليا دوك الفايمات. حيت كنا بنات الشاب كنا ما عندناش، كنا كنقراو فكنحاولوا نديروا السهل الممتنع. فكيلوطات ديال القطن، ديجا هضرت على الكيلوطات، اللي بغات تبيع الفورمه راه كاين الفيديو ديالي كتشري كيلوط اللي كيكون مزير عليك بيان سور، ما كيكونش مزير مسميتو باش ما وما كتلبسيش ديما حتى كتكوني خارجه كيبين الطاي. ونادا كيك قالت لي راه بصح عندك عندك الحق يخرج ليهمش وكيبين لا طاي. وغندوزو يا البنات للسوسيامات، جبت لكم الجديد ديال السوسيامات، السوسيامات اللي زوينين اللي كيبينوا لا فورم اللي كيبينوا لك الصدر زوين طبيعي. انا عارفه كاين بنوتات اللي عندهم الصدر، كاين بنوتات اللي ما عندهمش، كاين اللي هما هادو. المهم بنوتات اللي ما عندهمش الصدر، ما كنصحكمش البنات تمشيو تشريو السوسيامات ديال البونج الغليظ، حيت حتى انا كنت كندير شحال هذيك كنشري ديك البونج الصدر اختي تنعسيني وساده صافي. هذاك يا البنات راه فريمون تيبين الصدر فيك، تيبان انه ماشي صدرك. تمشي عند مول سميتو ولا الجوطيه يا البنات راه 160 ريال 10 دراهم، كلشي كاين، كلشي بلا ما بقاو يديروا ليا الاعذار، كلشي كاين. تهلاو فراسكم جمعوا ديروا صناديقه خدموا في الصيف، ان شاء الله اي حاجه بغيتوها راه تشريوها على ما خدمتو ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه للبنات اللي كيقراو اللي خدامين الله يسهل عليهم، هاد السوسيامات البنات ماشي جديد، هادو انا ديجا ما كنتش وريتهم لكم ما عرفتش. المهم هادو اللي كيكون عندهم ها هما، هادو بونج رقيق من هنا بونج عادي وكيكونوا دايرين ديما يا البنات. شرو عند الماكياج قول له عطيني دومي بونج، ما عرفتش كيقولوا لي. المهم ولا بونج رقيق، ها نتوما كيكون بونج رقيق من هنا، شوفوا كي كيجيو دايرين. دوك البونج اللي كيكون غليظ بزاف كيجي مقمقم وكيجي باين انك دايره سوتيام ديال البونج وانك عندك صدر وانه معيق، وتيجي تبقى قاصح صدرك دير ها واقف. هادو لا يا البنات كيبان صدرك طبيعي، ها نتوما كما كتشوفوا دايرين. والحاجه اللي زوينه فيهم انهم عندهم واحد البوينجه هنايا، هذيك البوينجه ها هي البنات شوف، هاد البوينجه هي اللي كتخلي الصدر ديالك يتهز ويبان طبيعي. ها هما يا البنات، المهم نوريكم السوتيامات هادو، عندهم سليبات ديالهم مي مصبرين. ها نتوما هادو كنت خديتهم بشي 45 درهم هما الكيلو ديالهم، فنين يا البنات. وديما حرصوا على ان السوتيامات ديالكم يكونوا نقيين وماشي سلطه من جهه وهذه من جهه، راه كيما قلت لكم ما عندهاش علاقه بانك ما عندكش، راه اللي نقيوتي تهلا فراسو راه يكون عندي سوتيامات نصبنهم نعاود نلبسهم وما بقاش ندير كل سلطه من جهه ويكونوا موسخين من هنايا. ديما يا البنات حرصوا على ان السوتيامات ما تبقاوش بهم السيمانه كامله، بدلوهم باش راكم عارفين يعني بنادم راه داغي تيتوسخ. وعندي حتى هادو، حتى هادو فنين، هادو يا البنات حتى هما كنخديتهم بالكيلو ديالهم في هاد اللوين هذا حتى هو مصبن وكيجيو بحال هكا فريمون فنين. خصكم ما يتختاروا، راه هادشي يا البنات كتلقاوه في الجوطيه حسان، غير انا مابقيتش نمشي يا البنات الجوطيه حتى عارفه ماشي تنمشي للسوق، ولكن لبشيت حتى شريت لبشيت زعما حتى درت راسي فيها تنجيب عاوتاني الشراوط، وانا عندي الرمد الشراوط. هانتوما يا البنات فنين كيسطيو، هادو ديما حرصوا على سوسيامات سواء مزوجه ولا ما مزوجاش، شي حاجه كديرها كتعجبك نتيا كترتاحي فيها ملي كتكوني لابسه سوسيامات والسليب ديالك نقي وهذا السوسيامات نقي، راه انت كتحسي براسك وانت وتحسي براسك كاينه ماشي فهمتوا. ها نتوما شحال كيحمقوا يا بنات، كما قلت لكم غيتهم 45 درهم سميتو ان شاء الله دابا ندير شي بروجي ديال هاد الملابس وهاد التخربيق. ها نتوما حتى هادو يا البنات فيهم نفس الشكل. انا يا البنات بالنسبه للصدر ديالي الحمد لله عندي هو هذاك، فكنحتاج غير هذا بونج هكا كيكون رقيق وشويه فيه البونج. انا وبعض المرات كندير غير بونج رقيق. غتمشيو عند مالين اوريفلام ولا تمشيو عند الحوانت ولا اي واحد وغتاخدو هاد الكريم هذا ديال فاراواي، والله ما عقلت واش 30 درهم واش والله ما عقلتش ما عقلتش، رخيص بزاف البنات وريحته كتسطي ريحته ما يمكنش. هادي يا البنات الا ما كانش عندك فلوس خدي وريحته هذا بعدا، هاد الريحه ديال فاراواي بيوند، ها هي يا البنات راه خدات السهام كل شيء سولها عليها في الخدمه، فن فن فراواي بيوند البنات غير خدوها. انا راه غير عندي روايح بزاف ما بغيتش ناخذها، سام خداتها كتسطي الريحه كلاس، ريحه سكسي، ريحه غيسولك عليها اي واحد زتي من حداه البنات. وغادي تمشيو للبارافارماسي وغتاخذوا لي هاد الرغبه، هاد الفازلين يا البنات رخيصه بزاف
ما قلت صراحة الاسم ديالهم ما فيتش 20 درهم وكدي ليكم. شوفوا 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 كدي ليكم كدهني بها الرجيلات وكدير الخشرات ديال القطن وكتنعسي رجيلات كينوضو بحال ديال الدراري الصغار. وهذه البنات راه ماشي ديريها غير الرجيلات ديالك، راه كدير اللحم كامل سميتها رغبة. ها هي فازلين بإطر العود، كتحمق في هذاك العود الغزال، كديريها هنايا ديريها هنايا في ديدات ديالك وتتبقى تشم في الريحة كتحمق، وتقدري ديريها حتى في اللحم ديالك هنايا في الركابي ريحتها واعرة. وضروري ملي كنقولوا نظافه شخصيه كنقولوا بارفان. غادي نهضر لكم البنات الا بغيتي ندير لكم عطوري المفضله اللي رخيصه بزاف بزاف قولوها ليا في لي كومونتير، ندير لكم عطور زوينه يتحماقوا عليها واللي شمكم يتبعكم ويدوخ ذوقوا. كنضحكوا البنات. غادي نهضر لكم على مادموزيل اللي معروفه هذه البنات كتبيعها ماما وعليها الطلب بزاف. واحد المره مش واحد المره المهم شي يومين دابا قلت لماما هاد مادموزيل هادي تيبغيوها بزاف وانا عمرني شميتها، وهي تقول لي راه تيطلبوني عليها بزاف سيرتو هاد الزرقاء وانا ناخذها. عرفتي يا البنات ريحتها شحال كتسطي، واش 500 ولا 25 درهم كدير ما عرفتش. عطاتني مسكينه ماما كانوا هي لي كانتوما يا البنات هاد مادموزيل الزرقاء انا ما شامهاش الاخرين، نتوما اللي شامه الاخرين قولوها ليا قول لي انا اللي زوينه. خاصكم تمشيو دابا ادموا الماكياج وتاخذوها، خاصكم اخواتي تمشيو تاخذوها. اللي كتفرجي فيا وايا كيكون فيك ريحه العرق ويبقاو يجمعوا لك صحاباتك ويضحكوا عليك العديان، لا كوني ديما نقيه وديما ديو دوغو. هادي يا البنات هاد الضوف ديال الخيار خاصكم حتى هي تاخذوها، خاصكم تاخذوها رخيصه بزاف وصابونه وكدي ليكم عمر عمر كدي ليكم عرفتوا يا البنات شحال كتبقى واعره واعره هاد الصابونه. انا كناخذ ديال كارفور داكشي اللي كنعاوتاني نبدل وناخذ هاد الضوف، هادي غير ديال ماما تنسرق عليها مره مره. هي بنوته كتفرج فيا وكدير الصباغه مقشره، بغيت نقول لك واش انتي صافا واش انتي لاباس. الصباغه المقشره عمرك تخرجي بها سواء مع راجلك سواء تلاقي مع خطيبك سواء غدا المدرسه سواء غدا الخدمه سواء خارجه الدور مع صحاباتك، جامي ديري الصباغه المقشره. عندك يصحاب لك راه الدراري ما كيديوهاش في الحال، بالعكس راه ما كيحملوش البنت اللي كدير الصباغه مقشره. كيما الصبيغه تكون نقيه يكونوا الضفيرات نقيين مبرودين، والصبيغه خدي هاد النيود وديريها مع راساتك وانتي برا لا مع راجلك لا بوحديتك لا المهم برئي راسك وصافي. ما ديروش يا بنات الصباغه المقشره وياكم وياكم وياكم. الا بغيت ان شاء الله ندير لكم فيديو ديال كيفاش تكوني بكامل الانوثه ديالك حويجات بافانات وداكشي في البيت ديالك سواء كنتي مزوجه ولا لا قولوا لي في الكومنتات. ما تنساوش انكم تخليوا لي بزاف ديال لي لايك، بغيت نقول لكم كنحماق عليكم وكنحماق على اي وحده كتخلي لي تعليق زوين. بغيت نقول لك الله يرحم لي رباك حيت اللي مربيات هما اللي كيخليو تعليق زوين، واللي ما مربياتش تيكتبوا تعلق خايفه. بغيت نقول لك قل خيرا او اصمت، ما عجبكش واحد الواحد خرج من عنده بلا ما تقول ليه حتى شي حاجه تجرحو. كنبغيكم بزاف وبغيت نقول لكم الا بغيتو نهضر على التهامي البنانيه ندير عليه فيديو قولوا لي في لي كومونتير. بقى فيا بزاف يا ربي بالحق ويا ربي تبان العداله. شحال بكيت والله فيما كنشوف الام ديالو كنبكي يا ربي تبين الحق الروح عزيزه عند الله. وصافي ما تنساوش تخليو لي لايك بارطاجيو الفيديو ديالي مع صحاباتكم وباي باي.